مع السلامة ومرحبا بكم الناس الكل، إن شاء الله تكونوا لاباس وفي صحة جيدة. أنا كل يوم جيت المعرض بتاع سيارات كهربائية، كل ما يخص مجال السيارات الكهربائية في تركيا وتحديدا في اسطنبول. وعملت لكم دي سيري بتاع الفيديو بتاع لي فوتور الكتريك اللي موجودين، وكل ماركة شنو قدمت موديلات تاعها وكل. وعندهم بارتي أخرى هم مش على لي فوتور، مي بارتي على شنية التكنولوجيا بتاع لي شارج بتاع لي فوتور الكتريك. دونك لي بون دو ريشارج. مختلف الطرق باش تشارجي كهرباء، المستقبل كل شركات اجنبيه شركات تركيه. معناتها اذا انت مهتم تحب تعرف كيفاش لي سوليسيون قاعدين يبتكروا فيها باش يحسنوا في الافيكاسيتي نتاع الفواتور الكتريك، الفيديو هذا باش ينفعك برشا، باش تعرفوا على برشا حاجات وباش ترى برشا حاجات ممكن لاول مره تراهم. قبل ما نبداو الاشتراك في القناه مهم برشا، ويلا بينا خلينا نبدا. دونك المعرض اللي انا فيه اليوم ماهوش معرض عالمي، معناتها اللي يصير كل عام منظم وكل. دونك ديجا معناتها عنده عوام ما صارش في تركيا هوني، توها هم عاودوه. دونك المعرض فيه بارتي نتاع لي فواتور الكتريك، كل ماركه تحب تعمل ستون توري شنو عندها لي فواتور الكتريك. هذيك صورت لكم فيها كيلكو فيديو، ديجا حكيت لكم على كراهب وكل وشنو التكنولوجيا. والبارتي هذيا البارتي اللي تكمل البارتي الاخرى، واللي هي بارتي نتاع لي سوليسيون اللي يبتكروها لي فواتور الكتريك وحتى لي فيهيكول الكتريك. معناتها لهنا معناتها مثلا ما غادي يشوف كيفاش مثلا السولار ما غادي طاقه شمسيه، كيفاش الكهرباء نجم يوليو يتشارجوا بالشمس. حتى كان مش الكهرباء هكا هو، حتى الطاقه الشمسيه تحط فوق الديار، التكنولوجيا ما احسن. من هنا كما قاعدين نشوفوا عندنا معناتها برشا شركات، مثل عندنا من الحاجات اللي انا قاعد مركز عليهم لهنا هما لي بورن دو ريشارج نتاع لي فواتور الكتريك. دونك لهنا نبداو الفيديو نتاعنا بالتوغ. التوغ هذه سيارة تركية، هذه كهربتهم هما تراك صنعوها، عملت لكم عليها فيديو قبل نفس اللون هكا، عندي عليها فيديو تفصيلي. وتوا ها حادو حطوها لهنا كماركتينغ، راه ماهوش يجيو لتراك يقولوا هاي كهربتنا وبعد يجيو يشوفوا الشركة هذه، فهمت؟ دونك ديما يحطوا كهربا كيك اكسبوزي جوست باش يجذبوا بها الناس. وحتى التوغ والله فكرة باهية، هكا تعرف على كهربتك عندها كهربة البلاد، زيد تشوف لانيش عندنا باهي لانيش عندنا. دونك بخلاف الكهرباء اللي كانت تحب تعرف عليها عندي فيديو. لان عندنا هذيا شركه دونك اسمها سان فيل، كما قاعدين نشوف انرجي تاع الانرجي. لهنا عندنا دي بورن دو ريشارج الكبار، بورن دو ريشارج تاع الكهرباء الكتريك الكبار هذوما، هذوما يتحطوا في الكيوسك في الواحد في الشركات، فهمت؟ معناتها هذوما الكبار بالكدا، هذوما تلقاها غاليه بالكدا، فهمت؟ دونك هنا كما غالي بورن واحده تشارج زوج كهرباء. هاكا مثال هنا كاية مثلا هذيا باش تحلها من غادي، كيفاش باش تشارجي لهنا؟ تخلص بالكارتة مثال، تحط كارتك ولا تعمل ابونمون بالكارتة وكل ليكرون عندك لهنا، تشارجي كراهب الكتريك شفتو. ولهنا حتى بالنسبة للناس اللي مهتمة بالطاقة الشمسية اللي تحط فوق الشركات والديار وكل هاي من هنا. هاكذي شركة دار فيها أجنبية مادام مكتوبة بالإنجليزي. Donc we are shaping the industry with sustainable and value added solar energy solution. حلو الطاقة الشمسية. دونك هنا باور اب ويز فوكس اس، هذه شركة تركية كنت نحكي معاها. شركة تركية عندهم لي بون دو ريشارج، يخدموا على لي بون دو ريشارج من 7 كيلوات حتى الكبار بالكل تاع الشركات واللي يشارجيو. دونك هنا مثال اللي يهمنا بالنسبة احنا المجال الكهرباء اللي يهمنا هو هذا. هذا مثال اي في شارجر تاع كهرباء. عندنا مكتوب عندك فيه ثلاثة فيرسيونات، واحد 7.3 11 22 كيلو وات، 22 هذا الشحن السريع، هذا اللي يقل في تونس. احنا عندنا في تونس هذا وهذا، هذا الأكثرية اللي عندنا في تونس اللي يشد 4 سوايع ولا 5 سوايع في الشهر بالنسبة للكرا. وهذه البورن هذه تركب في الديار، تركب في الإقامات، تركب في الفيش هذه في الديار، إقامات هكاك فهمت، قهوة مول فهمت هكاك، قهوه مو الحاجات هكاك، وسهل برشا تركيبه وماشي رزينة راهو وماشي كومبليكي. ولهنا عندنا لي زوتر فيرسيون. مثلا هنا عندنا لافيرتور هذايا 3-6 كيلوات، هذايا زاد فيرسيون اخرى تاع دي بون دو ريشارج، مش بالضروره تاع كراهب هذوما راهو. لهنا اي سي انفرتور، هذايا اي سي واللي هو الشحن البطيء، عندنا 5-12 كيلوات. عندنا واحد اخر فوكس اس هاو، عندنا هذايا الكبير هذايا 75-110 كيلوات، هذا يشارجي تونس كامل، هذا حط له تونس يشارجيها مع بعض. هنا عندنا الطاقة الشمسية، هنا كيفاش؟ دونك هو شفت هو مش متخصص في الكراهب، هو بون هما أكثرية الستون يحكيو على البون دو شارج تاع الكراهب، لكن زاد على الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة بصفة عامة. هنا فما كونفيرونس
12 شنو بالضبط؟ يعني هي كوز كافي من هنا فما كما نقولوا فما هاك سمارت بيونر تكنولوجي التكنولوجيا الذكيه. هنا شركه اخرى نتاع دي بور دو ريشارج اسمها سولار جايز، هذوما زاد كنت نحكي معاهم عندهم زاد البوغن هذه تاع كراج قالوا لي فما 11 كيلو وات و 22 كيلو وات يعملوا كل قوي 22 بالرسمي هي برشا. ما كنت نحكي معاهم توا شركه هي تركيه لكن قال لي هذايا لي كومبونون اللي فيه مع الكومبوننت المكونات اللي فيه من احدى الشركات من شركات اجنبيه المانيا مثلا كيما هذه من المانيا مثال هذه مفهومه من لندن من الصين من المانيا قطايع معناتها مخلطين وول بوكس الفوليسيون تاعو. دونك هذا سالته قال لي السعر تاعو يوصل 1500 يورو هذا معناتها 5 توانسه هذا. دونك عندهم شركات اخرين بلغاريا وبرشا شركات اخرين وعندهم ديباون اخرين اذا عندهم تاع الطاقه الشمسيه مو غادي. دونك لهنا نزيدو ندورو اكثر شنو نلقاو نرفعو لهوني للسولار سيستم لهنا شفتو هذوما راهم ماهمش حاطين ماهمش رسترونات راهو هذوما البي تو بي ميتينغز هذوما مثال انت تعمل تقيد تحب تعمل ميتينغ مع احدى المديرين ولا المديرين التسويقيين ولا المديرين تاع الشركات تكون انت مثلا رجل اعمال ولا حاجه تعملوا ميتينغ غادي وتنظموا كل شيء غادي معناتها مش تستدعاك للشركه وكل ما فماش في البيروقراطيه تك تك في وقت شنو فما حديث كذا كذا يعطيك كل شيء بعد اذا فما حاجه سيريوز على الاخر وقتها بالطبع بسوي فما مقابله في شركه اما شفتوا لهنا هذه هي حاجه عجبتني في تونس كانت تولي موجوده خير. دونك لهنا هكا بي تو بي ميتينغ تحكي مع المدير تو المدراء يجيو معناتها وكل مدير تسويق تحب مدير اللي تحب عليه عندي كلهم يجيو. دونك اهل هنا مثلا شركه اخرى هي اسمها سولار هوم هكا فيها بورد دو ريشارج انا شفت كيفاش قاعد مركز على بورد دو ريشارج تاع الكراب مثلا انا تو شفت قاعد هكا هنا عندنا لي بون هاي هذه بون هذه شارج يونيتيسي هذه هاي بون تتعلق في دار فيها بقى هاي لأني أصور لك الفيديو شفتها هاي عربة نزل ما يقصد كهرباء جيناش شارج يدين تعملها شارج به هاي كوكسي باش تحطها مع غادي إلكتريك لراجع نزل يقول لك قالك سيارة كهربائية تميز إنرجية قالك طاقة نظيفة لأني قالك الأبليكاسيون تبعها قداش وصل الشارج هاك وتحب وتعمل بروجراماسيون وقتاش تحبها تشارج وقتاش تحبها توفى من غير ما تقعد هابط في الكراج اللوتا هذا ما نعرفش شنو هي بالضبط هذا شارج ولا يشارجي لك الدار اي الشارجور هذاك نفسه يعطيك الضوء للمكونات اللي في الدار لازم في النرد ستيرسنس وقت اللي تحب وقت اللي وين تحب هي هكا الابليكاسيون الرسمي مثلا على الاخر الحكايه دونك هي نورمالمون تصير هكاك مع تقريبا كل البواق هنا البطاريات يعني البطاري جيل البطاري الجيل هذه راهو تكنولوجيا قديمه برشا في البطاري الجيل البطاري دونك الجيل هي اللي يستعملوا فيها بالنسبه للبطاريه تاع الكهرباء وكل دونك هنا ماشي ماشي حكاية واحد ماشي تكنولوجيا حاجة دي انوفانت يعني لهنا عندك ديب سايكل هذوما الباتري ريسيكلابل دونك لهنا زاد هاي شركة أخرى مقابل صرتو لي باتري من هنا هو مش كبير برشا هو البارتي اللي حاطين على الشيء هذا مش كبيره برشا دونك بارتي صغيره فهمتوني هذه هي من هنا الكراهب دونك بالنسبه للكراهب جوست تو واش خليكم تعملوا طله اما راهو كل ستون تقريبا كل ستون عملت له واحد صورت الموديلات اللي موجودين عنده دونك تو اعمل طله انت معايا اما كل ستون تقريبا كان ما عملتش مثلا كان ما عملتش فيديو عارف راهو العكرب عارف راه ديجا انا عامله فيديو تفصيل دونك من هنا هاكا الكراه هاهم الكراه من هنا هاهم السيتروان امي هذيا هاكم الكراه دونك بالنسبة للكراه جوست تدخل القناة تلقى بلاي ليست مكتوب عليه المعرض ولا لا تلقى بلاي ليست مكتوب عليه السيارات الكهربائية دونك وزاد حاجه اخرى باش تلقى فيديو على اخر قوانين السيارات الكهربائيه في تونس كيفاش تعرف تهبط سياره كهربائيه من غير ما تخلص ديوانها
شروط معينة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.